بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة من على موقع بي اف ام تي في. كما نلاحظ عندنا في العنوان les États-Unis vont vendre 60 hélicoptères militaires à l'Allemagne pour 8,5 milliards de dollars. إذن les États-Unis vont vendre 60 hélicoptères. Vont vendre 60 hélicoptères. إذن الولايات المتحدة الأمريكية les États-Unis، إذا نتكلم عن الولايات كما نقول هنا الدول les États-Unis الموحدون، تتكلم عن ولايات موحدة، أو كما نتكلم هنا عن دول موحدة، l'État نقصد بها الدولة، أو كما عندنا هنا تعني الولاية، ولاية تقريبا بحجم دولة. إذن عندنا هذه الولايات أنها توحدت وأصبحت دولة واحدة قوية تسود العالم. طبعا هنا عندنا لو فيرب يونيغ، هنا عندنا لو فيرب يونيغ يعني فعل وحدة، ولكن هنا نتكلم عن هذه الولايات بأنها يوني، بأنها موحدة. إذن لي زيتازوني الولايات المتحدة فون فوندر، فون فوندر أنهم سيبيعون. إذن هاد المجموع ديال هاد الولايات، هاد الولايات كلها، هاد الولايات بعددها فون فوندر. إذن هنا عندنا طبعا لو فيرب ألي، عندنا لو فيرب ألي كما تنشوفو مصرف البريزون، ولكن هو جا كمساعد باش من خلاله نصرفو لو فيرب فوندر، وبالتالي تنحصلو على واحد الزمن اللي هو لو فيتور بروش. إذن كما ذكرنا فيما سبق نتحدث عن المستقبل القريب، إذن نتحدث عن حدث سيحدث قريبا. إذن لي زيتازوني، لي زيتازوني فون فوندر. طبعا نقول هنا جو في، طبعا في التصريف لو فيرب الي في البريزون نقول جو في، تو فا، إل فا، نوز الون، نوز الون، فوز الي، إل فون، إل فون. طبعا نقول مثلا جو في اليكول، أنا أذهب إلى المدرسة. نقول مثلا إل فون اليكول، يعني هم ذهبوا إلى المدرسة، ولكن هنا ما عندناش إل فون اليكول، هنا عندنا إل فون فوندر، عندنا فعل مضارع. إذا هنا صباح مساعد. إذا لي زيتازوني فون فوندر 60 هليكوبتر ميليتير على المان. إذا الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستبيع، هنا عندنا سيبيعون 60 هليكوبتر ميليتير عسكرية على المان لألمانيا بوغ 8.5 مليار دولار. باعوا هاد الأعداد من الهليكوبترات ب 8 مليار ونصف من الدولارات. الولايات المتحدة الأمريكية ستبيع هذا العدد من هاد النوعية من الهليكوبترات. La vente vise à améliorer les capacités de portage de l'armée allemande, a expliqué l'Agence américaine de coopération pour la défense et la sécurité dans un communiqué. Dans un communiqué. إذن la vente vise à améliorer la capacité de portage. إذن البيع، نتكلم هنا عن بيع الهليكوبترات. La vente، البيع، vise أنه يرمي. طبعا هنا عندنا لو فيرب فيزي، يعني أنك تصوب نحو، هذا هو المقصود بلو فيرب فيزي، أنك تصوب ببندقية أو بمسدس نحو هدف معين. ولكن هنا نتحدث عن هاد لافونت، هي التي، إذا نتكلم عن هاد لافونت، هاد البيع هو الذي يصوب نحو، المقصود بأن هذا البيع يرمي إلى لافونت فيز أ. إذا البيع يرمي إلى أأمليوري، إلى تحسين لي كاباسيتي دو بورتاج. إذا هذا البيع يرمي إلى تحسين لي كاباسيتي، يعني تحسين القدرات دو بورتاج للحمل، للحمل. نتكلم عن الحمل على الظهر مثلا، حمل أشياء على الظهر. نتكلم مثلا عن المهنة التي يقوم بها الحمال تسمى لو بورتاج. إذا طبعا هنا عندنا لو فيرب أمليوري، يعني فعل حسانة. لا فونت فيز أمليوري لي كاباسيتي دو بورتاج. إذا هذا البيع بعد النوع من الهليكوبترات أنه يرمي إلى تحسين قدرات الحمل دو لارمي ألموند، للجيش الألماني. طبعا كلمة أرمي هي كلمة مؤنثة، سنقول هنا ألموند، في حالة المذكر نقول ألمون، نحذف هاد أ، نحذف هاد أ. طبعا
a expliqué l'agence américaine de coopération pour la défense et la sécurité. Et donc, Kama Sharahat a expliqué, يعني أن شرحت شكون يشرح؟ لاجونس امريكان الوكالة الأمريكية كما نقول دو كوبيراسيون بور لا ديفونس اي لا سيكوريتي. إذا الوكالة الأمريكية للتعاون والدفاع والأمن دون زان كومينيكي يعني في تصريح. إذا هي شرحت في واحد التصريح، إذا أدلت بتصريح هذه الوكالة طبعا، ثم شرحت فيه هذا الذي ذكرنا. إذن أمريكا ستقوم بهذا البيع من أجل تحسين قدرات الحمل، يعني حمل الجيش. مثلا إذا أرادت ألمانيا أن تنقل جيشها من مكان إلى مكان، فسيكون عندها الوسائل السهلة من أجل ذلك. Les États-Unis ont annoncé jeudi avoir approuvé la vente de 60 hélicoptères de transport militaire ainsi que d'autres équipements à l'Allemagne, pays membre de l'OTAN. Pour un montant de 8,5 milliards de dollars. Et dans les États-Unis ont annoncé jeudi avoir approuvé la vente de 60 hélicoptères de transport militaire ainsi que d'autres équipements à l'Allemagne. Et les États-Unis américains ont annoncé un aéronet. Les annonces, l'aéronet. Et dans les États-Unis ont annoncé, et dans les États-Unis américains, un aéronet. دائما تتكلموا على الجمالة الولايات المتحدة أونت أنونسي أنهم أعلنوا. طبعا هنا عندنا لو فيرب أنونسي، هنا عندنا لو فيرب أنونسي كونجيغي أو باسي كومبوزي أفيك لوكسيليا أفواغ. إذن لي زيتازوني أونت أنونسي جودي أفواغ أبخوفي، الولايات المتحدة الأمريكية أنهم أعلنوا يوم الخميس أفواغ أبخوفي كونهم صادقوا كما نقول لا فونت دو 60 هليكوبتر. صدقوا على بيع 60 هليكوبتر دو ترونسبور ميليتير للنقل العسكري انسي كو دوتر ايكيبمون على المان. طبعا الولايات المتحده الامريكيه انهم لم يبيعوا فقط 60 هليكوبتر بل باعوا معها اي دوتر انسي كو دوتر ايكيبمون وكذلك تجهيزات اخرى على المان لالمانيا بي مومبر دو لوطون. اذا نتكلم عن بلد مومبر عضو دو لوطون بي لوطون، لوطون يعني الحلف الأطلسي، الحلف الأطلسي، إذا نقول عنه لوطون، بوغ مونتون دو 8.5 مليار دو دولار، إذا بقيمة بوغ مونتون يعني بقيمة 8.5 مليار من الدولارات. سيت فونت بروجتي فيز أميليوري لي كاباسيتي دو بورتاج دو لارمي ألموند. Et d'ainsi permettre à l'Allemagne de renforcer la sécurité de son territoire et prévenir les menaces régionales. Cette vente projetée vise à améliorer les capacités de portage de l'armée allemande. Et dans هذا البيع كما نقول المبرمج. Et dans نتكلم عن هذا البيع projeté كما نقول المعزوم عليه كما نقول المبرمج. Et dans نتكلم عن بيع لم يحدث بعد لكنه في الطريق. إذن هذا البيع كما نقول المبرمج فيز أميليوري لي كاباسيتي دو بونتاج دو لارمي ألموند إي دانسي بيرميتخ ألمان دو رونفورسي لا سيكوريتي دو سون تيريتوار إي بريفونيغ لي مناس ريجونال. لي مناس ريجونال فيز كما ذكرنا قبل قليل أنه يرمي إلى فيز أ يرمي إلى أميليوري لي كاباسيتي دو بونتاج يرمي إلى تحسين قدرات الحمل de l'armée allemande, l'Égypte allemande, et d'ainsi permettre, وبالتالي تمكين, et d'ainsi permettre, كما نقول, وبالتالي تمكين, طبعا le verbe permettre, يعني فعل مكان, et d'en permettre à quelqu'un de faire quelque chose, أنك تسمح لشخص بالقيام بشيء, ومن كلمة permission, أنك تأخذ permission, عطلة, أو للقيام بأمر ما, تأتي من هذا الفعل, فعل permettre. يعني فعل مكن أو فعل سمح بي. إذن إذن سي بيرميتر وبالتالي السماح على المان لألمانيا دو رونفورسي لا سيكوريتي دو سون تيريتوار لتقوية أمان أو أمن دو سون تيريتوار أمان أرضها أنها تصبح أرضها آمنة.
et prévenir et prévenir les menaces régionales. ثم تجنب التهديدات ريجيونال الإقليمية إن صح التعبير المحيطة بألمانيا. غالبا طبعا المقصود بهذا البيع هو أن تتقوى ألمانيا ربما في مواجهة روسيا مستقبلا. أنديكي لاجونس أمريكان دو كوبيراسيون بور لا ديفونس إي لا سيكوريتي كما أشارت أنديكي كما نقول أشارت لاجونس أمريكان دو كوبيراسيون pour la défense et la sécurité. إذا نتكلم على الوكالة الأمريكية للتعاون والدفاع والأمن dans un communiqué يعني في تصريح améliorer la sécurité d'un allié de l'OTAN. إذا تحسين الأمن d'un allié لحليف. L'alliance المقصود بها الحلف. إذا allié كما عندنا هنا المقصود بها حليف de l'OTAN. للحلف الأطلسي. Les hélicoptères concernés sont des hélicoptères militaires de manœuvre et d'attaque de type CH-47F Chinook. إذن les hélicoptères concernés sont des hélicoptères militaires de manœuvre et d'attaque de type CH-47F Chinook. إذن les hélicoptères concernés إذن الهليكوبترات المعنية بالأمر concerné المعنيه بالامر sont des hélicoptères هي hélicoptères هي حوامات ان صح التعبير militaire عسكريه de manœuvre للمناوره et d'attaque وللهجوم de type CH-47F Chinook اذا هي من نوعيه CH-47F Chinook اذا نتحدث عن نوعيه من الهليكوبترات cette transaction permettrait d'appuyer la politique de sécurité nationale et étrangère des États-Unis en améliorant la sécurité d'un allié de l'OTAN dont la force est importante pour la stabilité politique et économique de l'Europe, précise le communiqué. Et donc cette transaction permettrait, et donc cette transaction permettrait قد تمكن طبعا هنا تنتكلم على لو فيرب بيرميتر هنا عندنا لو فيرب بيرميتر مصرف في لو كونديسيونيل بريزون طبعا ملي تنصرفو شي فعل في لو كونديسيونيل بريزون اذا المقصود به تفيد شيء من الشك طبعا هو عنده اهداف اخرى ولكن ضمن هاد الاهداف ديال لو كونديسيونيل بريزون هو الشك انك تستعمل هذيك الجمله في الشك ممكن ان تكون يقينيه لكن نتكلم على المبنى ديال الجملة أنه يفيد الشك. Cette transaction permettrait إذن هذه المبادرة التجارية إن صح التعبير أو هذه العملية التجارية permettrait قد تمكن هي طبعا راه باينة بأنها ستمكن لكن تقال هنا قد تمكن d'appuyer la politique de sécurité nationale et étrangère des États-Unis en améliorant la sécurité d'un allié de l'OTAN. قد تمكن d'appuyer دعم قد تمكن من دعم la politique de sécurité سياسة الأمن ناسيونال الوطني قد تمكن من دعم السياسة الأمنية الوطنية étrangère ثم الخارجية les États-Unis للولايات المتحدة الأمريكية وذلك en améliorant بتحسين la sécurité d'un allié de l'OTAN بتحسين أمن حليف للحلف الأطلسي. إذا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحسن أمن حليف من حلفائها وإذا حسنت أمن حليف من حلفائها فهي بهذه الطريقة هي تحسن أمنها هي وإذا طبعا لم تستقر أحوال حليفها إذا فأكيد سينتقل لها هذا عدم استقرار. Cette transaction permettrait إذن هذه العملية التجارية إن صح التعبير permettrait قد تمكن d'appuyer la politique de sécurité nationale et étrangère des États-Unis قد تمكن من دعم سياسة الأمن الوطني et étrangère والخارجية des États-Unis للولايات المتحدة الأمريكية en améliorant la sécurité d'un allié بتحسين أمن حليف
dans le temps du Hilf Atlasi, dont la force est importante pour la stabilité politique et économique de l'Europe. طبعا نتكلم هنا عن حليف dont la force est importante. والذي كما نقول القوة est importante. هنا المقصود dont la force est importante والذي قوته، ولكن هنا ما عندناش قوته، هنا تنتكلموا على دون، بحال تنتكلموا على ألمانيا لي تنقول هنا بالدارجة لي لا فورس للقوة، المقصود هنا للقوة ديالها est importante، أنها مهمة pour la stabilité politique لي للاستقرار السياسي ايكونوميك والاقتصادي دو لوروب لأوروبا. حنا لا تنتكلموا على واحد الحليف للقوة ديالو مهمة، للاستقرار السياسي، باش يكون هناك واحد الاستقرار سياسي وباش يكون هناك واحد الاستقرار اقتصادي لأوروبا. المقصود هنا بأننا تنتكلموا على واحد الحليف مهم في أوروبا، عملنا مثلا على استقرار أوضاعه الأمنية والسياسية والاقتصادية فهذا سينعكس بشكل كبير على أوروبا. إذن هنا نتحدث عن حليف مهم في أوروبا، لا نتحدث عن دولة ضعيفة مثلا. لذلك هنا الولايات المتحدة الأمريكية أنها تصر على دعم هذا الحليف. إذن لو ديبارتمون ديتا أمريكا أبروفي لا بوسيبل فونت، لو ديبارتمون ديتا أمريكا أبروفي لا بوسيبل فونت، لو ديبارتمون ممكن أنه يعني قسم، ممكن أنه يعني ولاية، ممكن أنه يعني إدارة إلى غير ذلك. لو ديبارتمون ديتا أمريكا، إذا نتكلم هنا كما نقول إدارة الولايات المتحدة الأمريكية أبروفي أنها صادقت لا بوسيبل فونت للبيع الممكن، إذا صادقت على بيع ممكن أنه يحصل. إلى دي إس سي أ، طبعا دي إس سي أ هي التي تحدثنا عنها قبل قليل، نتكلم على لاجونس أمريكان دو كوبيراسيون بور لا ديفونس إي لا سيكوريتي، إذا نتكلم عن الوكالة الأمريكية للتعاون والدفاع والأمن. إذا طبعا عندما صادقت الإدارة الأمريكية على هذا البيع الممكن، إذا إلى دي إس سي أ، إذا هاد الوكالة أون نوتيفي جودي لو كونغري، أون نوتيفي جودي لو كونغري. طبعا لو فيرب نوتيفي كما نقول أعلم، بعد ما نتكلم على لي نوتيفيكاسيون كما في الهاتف لي نوتيفيكاسيون، إذا نتكلم على الإعلانات أو الإعلامات إن صح التعبير، نتكلم على الإخبارات، أون نوتيفي جودي لو كونغري. إذا أخبر بذلك، طبعا هاد لا دي إس سي أ أن أخبرت بذلك الكونغرس، أخبرت الكونغرس بهاد العملية التي ستتم. إذن طبعا هذا فيما يخص الفقرة، نلتقي في فقرة جديدة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.